لو انا مثلا بشتري شقه بمليون جنيه لان اسعار الشقق دلوقتي ما بتقلش يعني، فاشتريت شقه بمليون جنيه، ينفع اعمل شرط جزائي 2 مليون جنيه؟ بص، هو الثقافه السائده اني لما بكتب رقم هو ملزم للطرف الثاني الزام بدون يعني ده رقم نهائي، ده مش حقيقه. حضرتك اكتب اللي حضرتك تشوفه. في النهايه قضاء بيرى ان الضرر الواقع يساوي كذا بغض النظر عن القيمه اللي احنا اتفقنا عليها. حتى لو انا مضيت يعني، انا الطرف بقى اللي المفروض ان انا وانا قبلت الشرط ده في وقت كتابه العقد ومضيت تمام، بس جيت وقت التنفيذ انا حاسس اللي هو ايه ده ايه خلاني مضيت على ده كتير قوي. هنا السلطه القضائيه ممكن انها بتتدخل وانها من حقها انها تخفض المبلغ طبعاً عشان شايفه ان ده سلطه القاضي في انه يزيد او يقل او يثبت او يلغي. لانها مرتبطه في الاساس، فكره الشرط الجزائي هي ايه؟ هي تعويض للضرر. فانا مثلا ممكن يكون الضرر الواقع عليا يساوي 50,000 جنيه، فليه اخد مليون جنيه؟ تمام، حتى لو الطرف الثاني اقرب كده في حتى لو مكتوب في العقد. طبعا طبعا. لان هو في النهايه معادله، ضرر يساوي قيمه. لكن ما فيش اي نوع من انواع البنود او الشرط الجزائي ده لما بيكون مكتوب ما يخضعش لسلطه قضائيه يبقى واجب التنفيذ خلاص من غير اي كلام؟ طيب، هو عاده في بعض العقود بنكتب ايه؟ وان الشرط الجزائي دوت غير خاضع لرقابه القضاء. يعني ايه؟ يعني ان القاضي مش من حقه يقيم او ينظر او يراجع الرقم ده. لكن ثواني، احنا بنقول بنكتب لكن ما كلمناش عن التطبيق العملي. لا، في النهايه القاضي له ان يتصدى او يتدخل لتقييم الضرر. يعني انا اللي فهمته من حضرتك ان انا ممكن اي مبالغه مني ممكن ما يعتدش بيها في الاخر. تمام، يعني لو انا قلت القاضي ليس له حق او لا يحق للقضاء كذا وكذا 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 وهو في الاخر يحق للقضاء، يبقى البند اللي انا كاتبه ملوش لازم. لا، هو بتفرق في جزئيه، وهي ايه؟ ايه هي بقى؟ ان احنا مثلا ارتضينا في العقد ان الشرط الجزائي وليكن قيمته 50,000 جنيه. اذا وقع اخلال بالالتزام من احد الاطراف المفروض يدفع كام؟ 50,000 جنيه. اي، الا اذا هو اتكلم في القيمه وعليه اثبات ان الطرف الثاني ما اتضرش بالرقم ده. يعني اذا سكت وقال او دافع بس في جزئيه ايه؟ اني لا، انا ما وقعش مني اخطاء او انا ما وقعش مني اخلال بالتعاقد، يبقى احنا كده بنتكلم في ايه؟ في اني الرقم ما عليهوش خلاف. لكن لو اتكلمنا في الخلاف على الرقم هو ملزم بالاثبات. يعني يعني انا مثلا تعاقدت مع حضرتك على شراء حاجه، حضرتك اخليت وملتزم ب 50,000 جنيه. الجزء الاول وهو ايه؟ ان انا بتقاضى او برفع على حضرتك قضيه اذا ما اتكلمناش في قيمه الشرط فاحنا بس علينا هل الضرر وقع ولا لا، الاثبات في الجزئيه دي بقى. انا غلطان ولا مش تمام؟ غلطان؟ طيب، اذا حضرتك او انا اتدخل او اتكلمنا في الرقم يبقى علينا كلانا يعني اثبات قيمه الضرر. بس هي بتفرق في كده. فهل حضرتك حابب انك تدخل في جزئيه اثبات قيمه الضرر ولا لا؟ عندك ما يثبت انه وقع عليك الضرر بالمبلغ اللي مكتوب في العقد، ولا العكس الطرف الثاني جايب انه لا ده ما اتضررش بالرقم ده كله. دي اقل. ده بنتكلم في جزئيه دي امتى؟ امتى بنتدخل في نقطه هل الرقم مساوي الضرر ولا لا؟ في حاله ان احنا بنتنازع عن الرقم. لكن لو ما تنازعناش عن الرقم يمشي زي ما هو. طب في العقود اللي هي مش فكره بيع وشراء، يعني موظف بيشتغل قطاع خاص بيكتب عقد شغل، صاحب العمل او المؤسسه بيعمل شرط جزائي، ايه الحته دي؟ يعني برضه عشان ننبه الناس، وانت رايح تكتب عقد او بتمضي عقد بتاع شغل او وظيفه في حاجات بتبقى برضه مبالغ فيها، بيطلع في الاخر هو موظف، يعني انا ما اقدرش. في النهاية أيا كان الرقم المكتوب خاضع لرقابة القضاء. يعني مش عشان أنا اتفقت مع حد على شرط جزائي مجحف أو رادع أو بيهدد فأنا إيدي بسهولة تطول الرقم ده. لا، في النهاية الموضوع راجع لتقييم القضاء في أني هل الضرر الواقع يساوي الرقم ده أو لا. حتى لو بقول لحضرتك في وظائف أو في عقود كده مش شرط أنها حالات البيع في أي حاجة.